اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة واحد من الناس. ما زلنا بنكرم النجوم اللي سطعوا في رمضان 2024. والحقيقة مسلسل الحشاشين من المسلسلات اللي برز فيها مجموعة من النجوم الجمال جدا اللي قدروا يحققوا شيء كبير في هذا المسلسل الضخم. ضيف النهاردة من هؤلاء النجوم اللي حقق مساحة كبيرة من النجاح في الفترة الأخيرة الحقيقة بأدوار كلها مختلفة، الفنان الجميل عمر الشناوي. وعمر كما تعلمه هو حفيد النجم الكبير الأستاذ كمال الشناوي. عمر قدر يعبر عن إمكانياته ببساطة وذكاء من خلال اختياراته الفنية اللي ساهمت بشكل كبير جدا أنها تحط موهبته يعني في إطار جيد جدا. وفي رمضان قدر أنه هو يمتعنا الحقيقة بشخصية السلطان، كان شخصية بتحاول انها تبقى النقيدة او اللي بتنتقم من حسن الصباح اللي عمله الفنان الجميل كريم عبد العزيز. عمر الحقيقة امتعنا جدا كمان باكتر من عمل في رمضان، حبينا نقول له شكرا ونقول له بجد كنت الحقيقة احنا وصلنا امتى مع بعض؟ كان في كلبش اتنين. في كلبش اتنين صح؟ آه. كنت انت ظابط وانا مذيع، كنت جايب موجود عليه قضيه ارهابيه صحيح، جايبه عشان يعمل محرك حوار. كنا هنا على فكره نفس الاستوديو ده، افتكر نفس الاستوديو. فعلا صحيح، بس الديكور اتغير ونفس البرنامج برضه بس الديكور اتغير. اهلا بيكم ومبروك على الحشاشين. احكي لي بقى حكايتك ايه مع الحشاشين والدور جالك ازاي؟ انا اولا كنت مرشح لدور تاني، دور نزار، الامام نزار اللي هو اتقتل في تقريبا يمكن الحلقه الثانيه او الثالثه، وان الشخصيه بتاعت حسن الصباح اعتبرته الامام الغائب اللي هو بيوحي له واللي هو بيقول له كل الكلام، وابتدى ياخد منه فكره الاماره على الناس. فده كان الدور اللي انا كنت مرشح ليه كدور ضيف شرف، كان هيعمل مشاهدين فقط، وده كان في السنه الاولى. بعدين لما حصل تاجيل للمسلسل بعد لما بداوا تصوير وبعدين اجلوه سنه، ظهر دور السلطان باركيروك. فالسلطان باركيروك هو بيظهر من الحلقه 13، ولقيت دكتور بيتر بيكلمني بيقول لي احنا هنغير الدور من الامام نزار للسلطان باركيروك، ده الند لحسن الصباح في الجزء الثاني من المسلسل. فقلت له طيب خير وبركه. ما تخضتش شخصيه ملهاش مراجع تاريخيه، شخصيه صعبه في التاريخ، عملت ايه؟ والله اولا جوجل، طلعت كل المعلومات اللي اقدر اجيبها عن باركيروك. ما كانش في معلومات كتير، يعني كان في معلومات عن تاريخ عيلته، اخواته مين. هو اصلا فتره حكمه كانت قصيره جدا، يعني هو حكم من يمكن من سن 17 او 18 ل 22، مات 22 سنه، فهو حتى الفتره اللي عاشها مش كبيره. فما فيش معلومات كتير عنه غير ان هو لما والده توفى اللي هو ملك شاه، هو اتحبس حبس لمده 4 سنين، خرج من الحبس حارب اخواته او اخواته حاربوه، طردوه او يمكن نفوه لحد الهند، جمع قواه في الهند ورجع احتل تاني لحد لما وصل لاصفهان، يعني ثبت حكمه في اصفهان، وبعدين عمل صلح مع اخواته. دي القصه الوحيده اللي كانت موجوده. فاحنا ابتدينا، يعني انا كنت شغال مع دكتور فريد النقراشي على بنى الشخصيه، فاحنا ابتدينا نوعا ما ندور على عناصر نقدر نبني بيها كاركتر. فقلنا فكره حبسه الانفرادي بعد ان ده كان ابن سلطان، يمكن سلطان اكبر دوله في العالم في الفتره دي، فالرفاهية العنيفة دي للضعف والكسرة بتاعت ان هو يبقى محبوس حبس انفرادي تولد يمكن جنان شوية، يمكن نوع من العنف، ان هو ما يبقاش عنده رحمة للناس لان محدش رحمه. فابتدينا ناخد له كاركترستكس من الحاجات اللي عدى فيها في حياته لحد ما ابتدينا نبنيه حبة حبة. وبعدين رحت بقى قعدت مع دكتور بيتر قلت له ده فكرتي عن الشخصية، فراح قال لي بص احنا عاوزين بقى نخليه كذا كذا كذا، وابتدى يديني بقى بوينترز على الموضوع ده، وابتدينا نبني ده بقى كده جوه اللوكيشن بقى. فاخدت وقت بس الحمد لله طلع كويس يعني. لا انا شخصيا استمتعت جدا بيك الحقيقه، بس انا احب انك انت تقول لنا اهم المشاهد يعني اللي انت عملتها، خصوصا انك انت ليك اكتر من ماستر سين الحقيقه كلهم مؤثرين في احداث المسلسل. كان اكتر واحد مؤثر عليا هو المشهد ظهوره مع اخواته في الاول، لان الجمهور ما كانش عنده اي هيستوري عن باركيروك ده كان بيعمل ايه قبل كده. فلحظه ظهوره وهو بيعمل صلح مع اخواته، مع ان كان في تاريخ قبل كده كبير جدا هو ما يعرفش حاجه الجمهور عنه، فحاولت ان احنا نبني الباك هيستوري ده في الكاركتر في اللحظه دي. فدي كانت بالنسبه لي يمكن من اصعب المشاهد، وعشان كان ناس كتير قوي في الاون سيت،
كان انا اغلب المونولوج كان عندي، فده كان مشهد تقيل عليا جدا وتعاد مرتين. مشاهدك مع وزيرك ده كان من ده كان اللي هو بيوسوس لي بقى فكره ان كل الناس بتحاول تقتلني ومراتي عاوزه تولي وانت ابني دخلت الحكم. حرقته في الاخر. مشهد الحرق اتعمل ازاي؟ مشهد الحرق اتعمل واحد بني ادم فعلا حرقوه يعني ولعوا فيه بني ادم فعلا؟ اكسترا مش اكسترا ستانت مان، وبيحطوا له زي نوع من الشحم كده او حاجه بتدهن على الجسم وبيولعوا فيه، وكانوا مولعين فيه قدامي وانا كنت مش مصدق ان في بني ادم والع بجد قدامي. دي حاجه يعني انا كنت مرعوب عليه، وفي نفس الوقت انا المفروض ابين ان انا فرحان بتنتقم، فيه فرحان وسوس لك فيه. بقى عشان خاطر تشك في مراتك وتشك في بس اداني يعني ان هو فعلا بني ادم بيتحرق، ادتني الاحساس الحقيقي ان فعلا في انا بعمل كده في شخص. يعني انت كنت متقمص الشخصيه جدا على فكره، وكنت منتفخ كده و انا زدت 8 كيلو عشان الدور ده كلت قصد. بقى لا زدتهم تمرين. تمرين. انا كنت يعني كنا عاوزين نديله هيبه وانا رفيع، فحسيت ان ده مش هيبقى كافي للشخصيه باللبس بالفارو، مش هبقى مالي اللبس، فاضطريت ان انا ازيد. فكان عندي 4 شهور تمرين قوي جدا عشان اوصل للحجم ده. ايه تاني مشاهد كان صعب؟ الاكشن كان صعب جدا. الاكشن كنا بنصور في الفيوم، دكتور بيتر بيقول لي احنا هنفجر المنجنيك اللي قدامك، عاوزك اول ما تسيطر على الحصان تبص لي هنا، الكاميرا هتلقطك من هنا، تدي لي بصه غل ونوع من نظرة الانتقام في الاتجاه ده. فانا بقى بقول له طب انت عاوزها بالظبط هنا ولا مش عارف ايه، فراح قال لي المهم تسيطر على الحصان الاول وبعدين نشوف النظرة هتيجي فين. فقلت له ليه اسيطر على الحصان، ماله يعني هيجرى له ايه؟ قال لي هيحصل تفجير قدامك، سيطر عليه ونشوف. انت وقعت من على الحصان اظن واصبت. الوقعه دي كانت دي مقصوده، كان المفروض ستانت مان يعملها مكاني، بس انا بحب اعمل الـ كل الاكشن من اوله لاخره. فدكتور بيتر كان قايل هنعمل ستانت، فقلت له انا ممكن اعملها، فراح قايل لي متاكد؟ قلت له متاكد. فالمهم الستانت كوردينيتور كان اسمه كالا، فقال لي هتقع ازاي وشرح لي الدنيا وكده، بس انا فعلا بقع على الارض بطير من الحصان. فهم كان في ستانت مان جنبي بيشدوه بزي كرين بيتشد اكن جه في رمح، فبيطير عليا بيخبطني وبنقع على الارض. فاول مره عدى من جنبي وانا رميت نفسي، بس بانت انها ما حصلتش صح. فتاني مره ستان كورديتر قال له خده بايدك، فهو مد ايده كده مع شده الكرين، انا طرت من على الحصان ولا بقى عرفت اقع صح ولا وقعت على ظهري ونفسي قطع. وبانت في الكاميرا هتلاقي اول ما نزل كده راح حصل قطعة بتاعت النفس دي، وبس قمت كملت والمشهد كمل. يعني يمكن كتير ما يعرفوش ان المشاهد اللي ممكن نشوفها في ثواني وراها جهد كبير جدا، وممكن يكون فيها مشاكل يعني اصابات زي ما انت بتحكي، وبعدين خدمات انتاجية جبارة عشان تحرك المجاميع دي كلها بالشكل المنتظم دوت، يعني والفرسان والمعارك الحربية. يعني أنا بشوف إن الإنتاج كان أكتر من رائع في الحقيقة في الحشاشين. ده حضرتك من الحاجات يعني اللي عملوها، هم دربوا الخيل على إن هو يتقبل يعني يعرف يتصور. فالخيل كان لازم وهو بيجري يبقى بوزه نازل لتحت مش فاتح بقه، يعني مش مثلا الخيل بيجري رافع دماغه. فدول قعدوا مثلا 3 شهور بيمرنوا الخيل. اتدربت فين؟ اتدربنا السيوف ده كنا بنتدرب في الجيم في 6 اكتوبر. الخيل كنا بنتمرن الاول في نزله السمان، وبعد كده نقلنا بقينا بنتمرن في اكتوبر برضه. علاقاتك بقى، يعني الحقيقه انت يمكن الـ 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 يمكن اكتر واحد كان منافس او عدو لحسن الصباح كريم عبد العزيز كنت انت الحقيقه. يعني شخصيتك وطريقتك والهيبه اللي انت ظهرت بيها وادائك كان، كلمني بقى عن كواليس العمل وعلاقاتكم ببعض كممثلين ازاي في اطار عمل بعتبره يعني اشبه بالمعسكر اللي بيبقى فيه انضباط عشان تقدر تطلع بالنتيجه دي في الاخر. انا كنت اتمنى ان انا اقابل الاستاذ كريم عبد العزيز، لان هو يعني من نجومي المفضلين وطبعا نجم عظيم يعني ان انا اقتدي بيه. انما ما حصليش شرف في المسلسل ده. انا مثلت معاه في اختيار 2، كان مثلت معاه مشهد واحد فقط، بس كنت اتمنى ان انا امثل معاه هنا، كان يبقى في مشهد مثلا مواجهه ما بيننا وبين بعض، بس ما حصلش وما قابلتوش ولا مره في التصوير.
يعني حصلش ان احنا اتجمعنا. حاسس ان المسلسل ده ممكن يكون علامه فارقه في مشوارك الفني؟ طبعا طبعا. انا طول عمري بتمنى ان انا اشتغل حاجه تاريخي، يعني دي كانت من الامنيات اللي نفسي فيها، لان انا بحب جدا اتفرج على مسلسلات التاريخي. فكانت امنيه ان انا اعرف امثل شخصيه قديمه، لان اولا ما بيبقاش عندك ريفرنس ليها. يعني انا كنت بمثل سلطان، ما عنديش ريفرنس للشخصيه تبقى عامله ازاي، طريقه كلامه عامله ازاي، اتيتيود والبودي لانجوج بتاعه، كل ده كنا محتاجين نكونه. فبتدي لك مساحه للكرياتيفيتي كبيره، غير لما تكون شخص انت بتنقله من الواقع، انت شايفه بعينك، في نوع من التقليد، يمكن في نوع من النمطيه. انما ده زي ما تكون ورقه بيضاء الواحد بيلعب بيها. فده اللي كان عاجبني قوي في الشخصيه بتاع باركيروك، لان ما عنديش ليه اي ريفرنس. ادائك الصوتي كمان كان هايل، ربنا ده صوت تاني مصطنع. صح. يعني كنا بنلعب على الصوت شويه، ان هو من الكاركترستكس بتاعته او من الصفات اللي كانت مكتوبه عنه ان هو كان مدمن الخمر. فافترضنا ان حباله الصوتيه محروقه سنه من ادمانه للخمر، حاولت ان انا ابح صوتي عشان خاطر. ازاي عملت ايه؟ بغير نبره صوتي. بس باستمرار بيبقى صعب. بتعود عليها، يعني بذاكر المشاهد بيها، فخلاص بتبقى موجوده. انا بشوف ان في توجيه، اما توجيه ممثل او اعداد ممثل جيد. انت صدقت الشخصيه قوي. انا حتى انا اتصور انك انت عشت في الشخصيه شويه. يمكن انا صدقته جدا طبعا. جدا. وكنت وانا اون سيت قبل ما بطلع من الاوضه كنت بقعد اقول انت كل حاجه هنا انت تملكها، كل الناس اللي دي تحت رجليك. كنت بقعد اقول لنفسي حاجات عشان ابني في نفسي يطلع. حته اللي هو بيبص للناس من فوق، هو كل الناس عاوزه منه حاجه، هو مش عاوز منهم حاجه، هما بالنسبه له لا يسوى. انما كل الناس عاوزه تاخد منه حاجه، عاوزه تاخد من ملكه، عاوزه. فكنت دي الحاجات اللي كنت بقعد ابنيها في دماغي، ان اللي واقف قدامك ده ايه؟ ده وزير، ده شغال عندي، ده بامر اقتله. فكنت ببني كل الكلام ده قبل ما اخرج من الاوضه، وبخرج من الاوضه في الحته اللي انا عاوز اكون فيها اللي هو السلطان باركيروك. برجع الاوضه برجع عمر الشناوي. عمر، ايه الدور اللي عملته اللي قدم اوراق اعتمادك للجمهور كممثل؟ والله اكتر دور الناس لحد دلوقتي بتفتكره لي هو دور بتاع كلبش الضابط حسام، لان المسلسل نجاح قوي جدا. يمكن ما كانش من احسن اعمالي انا، او مش من الحاجات اللي انا ابقى حاسس ان انا قدمت فيها اللي انا كنت عاوز اعمله، لان كنت لسه ببتدي ولسه بتعلم يعني ايه تمثيل. بس هو اكتر دور اثر مع الناس. كمان ادوارك الحلوه دور يوسف صبري في مذكرات زوج مع طارق لطفي، شخصيه الدكتور اللي بيعمل علاقات غراميه طول الوقت ده انا كنت بحبه. كلمني عن المسلسل ده. المسلسل ده كان خفيف كده لطيف، عدى مرار الكرام كده، كان من الحاجات اللي حبيتها يعني. وهو الشخصيه بتاعت الدكتور ده شخصيه شفتها في الحقيقه كتير. يمكن اكون عشتها في فتره من حياتي شويه. انت شخصيا انت حبيب يعني زي يوسف صبري في فتره. يعني في فتره انتهت يعني. انتهت الحمد لله. خلاص. احنا دلوقتي متجوزين وماضي انتهى. ايوه خلاص. هو يوسف كان الشخصيه اللي عنده علاقات متعدده، فما بقاش عارف يستقر على علاقه واحده، ولما حاول يستقر ما عرفش يستقر. ودي بشوفها في ناس كتير، وزي ما كنت بقول لحضرتك شفتها في نفسي فتره، يعني ان لما الواحد بتتعدد عنده العلاقات مع الجنس الاخر بتبقى صعب قوي ان الاقي حاجه ترضيني. يعني بشوف في كل واحده ميزه، واشوف في كل واحده عيب، واقعد اقارن دي بدي بدي، فعمر ما الواحد بيستقر على حاجه. فكان حقيقي قوي اللي كان مكتوب بطريقه حلوه. عز العطار كمان في الاب الروحي كان شخصيه. ايه برضو كلمني عنها. كان دي يعني من علاماتك في مشوارك. هو ده المسلسل اللي انا ظهرت فيه، وكان اخراج دكتور بيتر ميمي برضو. انا اشتغلت مع دكتور بيتر كتير يعني. انا بحس ان انا مشروع من مشاريعه يعني. في هو الحقيقه من اهم مخرجين مصر النهارده دكتور بيتر ميمي، وانا فخور ان انا اكون مشروع من مشاريعه. يعني وهو الحقيقه اختياره ليك بيدل على ان هو راجل عنده رؤيه، لان دورك في الحشاشين من اصعب الادوار. الحمد لله عدى على خير. فعز العطار ده كان برضو استكشافي للتمثيل. يعني انا فاكر اول مشهد خالص كنت واقف قدام العملاقه سوسن بدر واحمد فلوكس ومرهان حسين، وكنت داخل اقول لهم، كان معايا ساره الشامي، احنا الاثنين المفروض اخوات، وداخلين نقول لهم ان احنا ولاد زين العطار اللي انتوا ما تعرفوش عنهم حاجه، مره واحده ظهروا.
وقفت قدام الكاميرا عندي لاين واحد اقوله وصوتي ما بيطلعش. انا فاكر ان انا صوتي مالي للست بس انا صوتي مش طالع. فلقيت دكتور بيتر راح جاي لي راح موطي عليا كده قال لي عمر انت صوتك مش طالع. قلت له ليه ما انا بتكلم اهو بزعق وبتاع. قال لي محدش فينا سامعك. فاستاذ حسام بدر راح جايه راحت عدلا لي هدومي وراحت قال لي اهدى تنفس. وانا مش فاهم كل الناس بتقولي كده ليه. انا فاكر ان انا مادي. وبعدين لما شفت المشهد على الكاميرا قلت يا نهار ابيض انا ازاي انا مفيش يعني مش عارف امثل خالص. ودكتور بيتر عشان خاطر يظبط لي المشهد ده عدهولي تاني لان انا فعلا ما كنتش اعرف افقه يعني ايه تمثيل. انا وقفت قدام كاميرا مره اول مره وانا اول مره امثل قدام استاذ حسام بدر ويعني نجمه عملاقه انا بفتخر انها اتفرج عليها وافتخر انها نجمه مصريه. فجات لي رهبه عنيفه جدا. فالمسلسل ده بالنسبه لي اول ما بفتكره بيجي لي الرهبه بتاعته بتاعت اول مره. لكن اكيد في ادوار انت في تاريخك او في مشوارك الفني يعني بتحس انك انت بذلت فيها مجهود زي الحشاشين زي ايه يعني انت عملت قواعد الطلاق ال 45 فرصه تانية بلا دليل رانيا وسكينه قيد عائلي كارمن النزوه. النزوه كان من الادوار اللي انا حبيتها جدا. قيد عائلي مش قيد عائلي كان دور صغير يعني النزوه ومذكر القواعد الطلاق 45 من المسلسلات اللي بحبها جدا برضه. الاختيار عملت فيها دور عبد الله كلمني عن تجربتك والاختيار. الاختيار كان كان تجربه حقيقيه قوي لان انا قابلت الضابط الاتش ار اف اللي انا كنت بعمل شخصيته فكانت تجربه حقيقيه جدا. و العمليات اللي حصلت دي عمليات حقيقيه فاحنا عشنا قصه مع الضباط. كنا بنبقى قاعدين جنبهم بيشرح لك انا في الموقف ده كنت بعمل كذا 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 كذا. فكانت تجربه واقعيه يعني كان مسلسل واقعي جدا بالنسبه لي. وكان تجربه طبعا كبيره انتاج ضخم وانتاج مهم وفتره زمنيه كلنا عشناها من مشاكل الارهاب ومشاكل الحاجات اللي احنا عشناها في زماننا الحاضر. فاحنا كنا بنمثل حاجه احنا حسناها وكل واحد في البلد لمسها بطريقه. انت اساسا مهندس ديكور. مهندس معماري. مهندس معماري وبرضه الوالد اظن معماري. معماري برضه مظبوط. امال اشتغلت في اول مع الوالد؟ حاولت اشتغل معاه بس ما عرفناش نمشي مع بعض. كم سنه اشتغلت معاه؟ اشتغلت معاه حوالي 6 شهور وبعدين اختلفنا جامد قوي. اختلفتوا على ايه؟ الاب اللي دايما عاوز يوجه ابنه والابن اللي عاوز يخرج من تحت عبايه والده فعاوز يعمل حاجه يثبت نفسه. فده اللي هي خرج من عبايه والده ودخل في عبايه جده نوعا ما. فما عرفناش نشتغل مع بعض فتره فانفصلت واخدت مكتب انا واشتغلت شويه. بعدين رجع قال لي طب ارجع المكتب تاني فرجعت تاني. كم سنه بقى؟ 8 سنين تقريبا. انا اشتغلت 15 سنه مهندس معماري. مهندس معماري ولحد دلوقتي لسه بشتغل ساعات. بتمثل وبتشتغل مهندس بس دلوقتي اقل كتير من الاول بس عشان الوقت ما بقاش بيسمح. بابا رايه ايه فيك يا ممثل؟ ما شافنيش بمثل. ما شافكش؟ لا للاسف. يعني دي من الحاجات اللي انا اصلا يعني شبه بحزن انها ما حصلتليش في حياتي ان انا ما شفتش جدي وابويا هما بيعيشوا معايا قصه نجاحي. ما لحقتش اشوفها. بتحب لجدك ايه من اعمال؟ بتحبه في اي فتره اولا؟ انا كنت بس هو مراحل استاذ كمال ده مراحل قويه جدا. ده استاذ ده كمل في كل المراحل. هو من الممثلين القليلين جدا اللي كملوا من وهم شباب لحد هو والاستاذ فريد شوقي والاستاذ عادل امام طبعا والاستاذ نور الشريف. لا في والاستاذ محمود عبد العزيز لا بس استاذ كمال كان اكبر في السن كمان يعني وصل كان اظن في الثمانينات وكان بيشتغل. كان في الثمانينات بيشتغل بس أنا لسه بتفرج له اليومين دول على هند والدكتور نعمان على دي ام سي دراما. ايه الجمال ده؟ ده من المسلسلات اللي علمت جامد قوي قوي يعني. وانا اتفرجت عليه وانا صغير وكنت بغير جدا من البنت اللي كانت عامله حفيدته. كنت بقعد في التلفزيون اقول لهم انا اللي حفيده مش هي. انا كنت بحب جدي وانا صغير كنت احبه وهو صغير. لما كبرت ابتديت احبه لما كبر. ابتديت احب تمثيله لما ايه كبر. اعمال اللي انت بتحبها؟ بحب الكرنك. ده انتاجنا. انتاجنا وابويا اللي كاتبه كمان. بحب هو كان دور خالد صفان من الادوار الغريبه يعني قدر يعمل دور الشرير بكاريزما وكلاس يعني تبقى حبه وكرهه في نفس اللحظه. غريب جدا. عمل كاركتر غريب جدا. كارنك بحبه جدا. بحب الارهاب والكباب طبعا. طقطق وريكه وكاظم بيه.
بحب ايه تاني؟ كان في فيلم كان عامل فيه دور فلاح كان اسمه يا ناس ياهو، كنت بحبه جدا. العجوز والبلطجي من الافلام اللي حبيتها له جدا. فيك منه ايه بقى؟ يعني ساعات كده اكيد تقعد مع نفسك تقول ان في منه حاجه. الناس بتقول لي صوته، يعني الناس بتقول لي صوته، في كده، بس ده مع السن، ما كانش كده من لما الاول. كبر. نفسي يكون فيا رضاه، كان شخص راضي جدا، يعني دي كانت من الحاجات اللي انا نفسي ان انا اقتدي بيها، يعني لان انا فاكر في الاواخر لما كبر وتعب بقى صعب المشي، يعني كان في امراض الشيخوخه بقى اللي كانت عنده قبل الوفاه، ولما كنت بقعد معاه كان يقعد يقول لي الحمد لله على كل حاجه، انا ربنا كرمني كتير، وعمره ما اشتكى، عمره ما قال يا مثلا رجلي ما بقتش شايلاني، عمري ما سمعته بيشتكي. فدي من الحاجات اللي اتمنى ان انا اتعلمها منه. يعني كان صارم قوي في موضوع التمثيل، صح؟ يعني هو انا عمري ما قلت له ان انا عاوز امثل او مش عاوز امثل، والدي قال له، وقصه من القصص يعني اللي والدي حكاها لي، ان هو قال له ان هو كان نفسه يمثل، فجدي راح قال له هدي لك مشهد تعمله، ولو عرفت تعمله صح هساعدك تمثل. فقال له المشهد، والدي كان وقتها عنده 16 17 سنه، فقال له المشهد ان انت في حبيبتك ما شفتهاش لمده 30 سنه، والباب اتفتح لقيتها في وشك، فمثل لي المشهد. فطبعا والدي ما عرفش يعمله، هو حتى وعيه الحقيقي ما يدركش واحده حبها و30 سنه ما شافهاش، فما عرفش يعمله، فقال له انت ما تنفعش. ومن وقتها والدي قال لي ما فيش حد ينفع يمثل، يعني هم حتى قالوا لي انت جدك كده. قال لعبد الحليم حافظ انت ما بتعرفش لا تمثل ولا تغني، انت عارف كده؟ دي حقيقه. ده هو حكى لي كده. دي حقيقه. دي هو كان ليه حكايات، وكان ليه حكايات عن مروان بس مش الموضوع، يعني قعدت تحكي عن ودليدة. وطبعا دليدة برضو قال لها ما تنفعيش. طبعا. سبحان الله. هو كان ما اعرفش ده كان ايه، يمكن ايجو، يمكن حاجات كتير ما اعرفش، بس هو عمره ما قال لي ما تمثلش. كنت بتروح معاه البلاتو وهو بيمثل؟ رحت معاه كتير، وحضرت معاه اجتماعات كتيره مع منتجين في الفتره الاخيره، وقت اخر وقت كان بيشتغل فيه، وتعرض عليا وقتها، كان مش فاكر كان مع مين المنتج، بس كنا قاعدين مع منتج، وكنت وقتها في حوالي 20 سنه. فالمنتج قال لي ما تمثل، فانا قلت له لا انا مهتم. هو كان رايه ايه لما هو راح باصص لي كده؟ قال لي عاوز. فقلت له لا انا مهندس معماري ومش عاوز اكون غير مهندس معماري. فراح قال له هو خلاص مش عاوز وبس، والموضوع ما اتعرضش تاني. هو بس الحاجه الوحيده اللي كان بيقولها لي، انت الوحيد اللي في عيلتي اللي بتفكرني بيا وانا صغير، قالها لي كتير. كان يقعد يقول لي انا بشوف نفسي فيك، بشوف وانا صغير. انت فيك منه على فكره. انا ما بشوفهاش، بس يمكن الناس بتشوفها. انت فيك منه يعني، هي ضحكتك دي كمال الشناوي. بس هو صغير طبعا يعني. امال انت ايه الفكره جات لك ازاي انك انت تمثل؟ جات لي عن طريق صدفه بحته. انا واحد صاحبي كان بياخد ورشه تمثيل، وقال لي ما تيجي معايا تسليني وانا رايح الورشه عشان ما اروحش لوحدي. فقلت له انا مش عاوز امثل. قال لي تعالى بس جرب. فروحت لورشه التمثيل، وحصل لي نوع من الانبهار بالحاله بتاعت التمثيل وكده. فحتى كمان بعدها ما حاولتش ان انا اقدم في اوديشنز ولا اي حاجه. مدرب التمثيل اللي كنت باخد معاه كان اسمه لوك لانر، كان ماسك الكاستنج بتاع مسلسل اب الروحي في الاول، فرشحني للدور. فكلمني قال لي انا مرشحك للدور الفلاني، ابعت لي الصور ابعتها للمنتج. فبعتها للاستاذ ايمون مقار، لقيت مكالمه جايه لي من المكتب بيقولوا لي تعالى بكره اوديشن. رحت عملت الاوديشن، دخلت الكاستنجز بتاعتهم والورش اللي عملوها وكده، واتخذت من ضمن ال 15 واحد اللي اتاخدوا يبقوا وجوه جديده. محدش كان يعرف ان جدي كمال الشناوي، يعني محدش كان يعرف انا مين والباك جراوند الهيستوري بتاعي في التمثيل ايه. فكنت معروف عمر الشناوي فاي واحد، لحد لما ابتديت امثل وظهر بقى في ناس عرفت كصحفيين وكتبوا حفيد كمال الشناوي، فابتدى يتعرف الموضوع بقى مع عرض المسلسل. انما لحد عرض المسلسل ما كانش حد عارف. كمال الشناوي عنده كام حفيد؟ انا وعبد الله وعبد الحليم ونور واختي، يبقى خمسه. لو عملوا مسلسل عن قصه حياه الاستاذ كمال الشناوي، مين يجسد شخصيته؟ انا فكرت في الموضوع ده كتير. حسيت ممكن اياد نصار، ممكن مين تاني، بس الخياط، يعني حاسسهم ممكن يبقى فيهم من الصفات بتاعته شويه. كمال الشناوي كان دون جوان، عمر الشناوي برضه دون جوان؟ لا ما افتكرش، يعني انا ما كنتش، او يعني بحاول ما كنتش. ولو فكرت تعيد فيلم من افلامه تعيد فيلم ايه؟
فكرت في الموضوع ده كتير. افتكر اني ما احبش اعيد فيلم من افلامه يعني، ما احبش هم حلوين. المقارنة، خاف المقارنة. مش المقارنة، هم حلوين زي ما اتعملوا، ما احبش ان انا اعيد واحد منهم تاني. عمر الحقيقة انا وقفت جدا قدام تجربة جوازك، يعني تجربة زواج مثالية جدا الحقيقة وانسانية جدا. عملت علاقة انسانية جميلة مع حمزة ابن زوجتك مدام هند من زوجها الاول، وكمان في بينك وبين زوجها الاول الفنان محمد كيلاني صداقة ود. العلاقة الانسانية دي جت ازاي؟ العلاقة دي جت عن طريق صدفة. انا قابلت مراتي في راس صدر، انا بروح راس صدر كتير، بعمل رياضة اسمها كايت سيرفينج، فاحنا اتقابلنا هناك، تعرفت عليها. كانت هي مطلقة بولد، ما كنتش اعرف محمد كيلاني خالص، عمرنا ما اتقابلنا قبل كده. وانا وقتها كنت لسه داخل التمثيل جديد، فما كنتش لسه برضو متعرف على الناس قوي. تعرفنا على بعض، ويعني حصل ما بيننا صداقة، وبعدين قلبت ان احنا هنتجوز. فقالت لي انت لازم تقابل طليقي اللي هو ابو ابني، عشان هو عاوز يقابلك، وعشان عاوز يعرف مين اللي هي يعني عايش مع ابنه. فقلت لها طبعا ده يعني شرف ليا. اتقابلنا، قعدنا نتكلم، قلبنا اصدقاء من القعدة. هو كان سلس في التعامل معايا، فبالتالي ما ولدش مني اي نوع من الحساسيات او المشدات، فالدنيا مشيت بسلاسة بسببه اكتر من بسببي. هو اللي ساعد على ده، وهو اللي ما عملش مشاكل، ان مراته اساعدتها. الشخص لما مراته بيطلق دايما بيكون في مشاكل، هو ما بيبقاش عاوز يتجوز تاني، ومش عاوز عياله يعيشوا مع حد تاني، فبالتالي بيخلق مشكله. انما هو محمد كان سلس وبسيط. حمزه عايش مع مين دلوقتي؟ حمزه في نص الاسبوع عايش معانا، والويكند بيروح عند انت محمد. عندك كمان جبت حسن. حسن حسن بقى وحمزه اخبارهم ايه مع بعض؟ كويسين جدا، اخوات بس ناقل ونقير يعني، طول النهار بيتخانقوا مع بعض. حسن ورث منك ايه؟ من جيناتك؟ حسن ورث والدي يعني، هو شخصية والدي جدا وشبهه كمان، فبحس ان حصل في نوع من الجيل بيعيد نفسه يعني. انا وارث جدي وهو وارث والدي. علاقتك بالسوشيال ميديا ماشيه ازاي؟ بسيطة جدا. بحس كده ليه مش عارف؟ انا مش متفاعل يعني. انا جيل الثمانينات، فانا الثمانينات ما كانش عندنا سوشيال ميديا، فالسوشيال ميديا طلعت وانا بعد ما اتخرجت من الجامعه. الفيسبوك بدا بعد ما اتخرجت من الجامعه. احنا جيل قبلك كتير. ايه ده؟ هو نفس الفكره حضرتك يعني. انا نشات حياتي كلها ما كانش عندي فيسبوك، فالفيسبوك ده ظهر وانا في الجامعه، بعد الجامعه كمان. فمش متعلق بيه قوي يعني، مش حاجه اساسيه في حياتي، ممكن اعيش من غيره عادي. عمر سمعت انك انت بتحب الكتابه وبتكتب كويس، هل ممكن اشوف عمل درامي قريب من تاليفك؟ والله انا بحاول الف، لسه ما وصلتش ان انا اعمل حاجه كامله، بس بحاول يعني، اتمنى ان انا اعرف اوصل لموضوع كامل. اخر اعمالك ايه اللي انت صورتها؟ صورت مسلسل اسمه الوصفه السحريه، ده المفروض بيتكلم عن علاقات الزواج المختلفه. فالدور بتاعي انا وشاري عادل في علاقه زواج اول سنه جواز. مسلسل لايت كوميدي كده لطيف جدا. عايز توصل لفين يا عمر؟ للي ربنا يكتبه لي. لا انت ماشي في خطوات سريعه يعني، انا بشوف انك انت داخل خلاص في الـ يعني في النجوميه يعني. بتوقع ان خلال يعني فتره قليله هنبقى قدام النجم الاول يعني، او البطل الاول لو في خير ان شاء الله. اللي عاوز اوصل له ان انا اتقن مهنتي، ما يهمنيش النجوميه قد ما يهمني ان انا ابقى متقن اللي انا بعمله يعني، ابقى انا راضي عن شغلي. انا ناقد لنفسي عنيف قوي، فلو عرفت ارضي نفسي هبقى تمام. عموما انا لا استطيع ان انكر ان انا من الناس المعجبين بادائك التمثيلي جدا كفنان، ربنا يخلي حضرتك، وبعتبرك موهوب جدا. وتنبأت لك اظن من 6 سنين، قلت لك ان انا واثق انك انت هيبقى ليك مكانه كبيره في الوسط الفني، والحقيقه انت حققت او تحققت زي ما بيقولوا. ودورك في الحشاشين نقطه انطلاق جديده، وارجوك لازم تطلع اكتر من كده لانك انت اهل لدوت ان شاء الله. وانا حبيت اقول لك مبروك على العمل الجميل اللي انت قدمته، تستاهل كل تقدير وتكريم. واتمنى دايما ان احنا نلتقي ونهنيك على اعمال جميله انت بتقدمها. انا متشكر لحضرتك على الكلام الجميل ده كتير عليا. نورتني يا عمر، ربنا يخلي حضرتك. شكرا. انا سعيد جدا بوجودك معايا. شكرا يا فندم. وزي ما شفنا كان معانا النهارده النجم الجميل عمر الشناوي، هو امتداد صحيح للنجم الكبير كمال الشناوي. وهنا فعلا يعني تصدق المقوله اللي بتقول ابن الوز عوام، لا ده ابن الوز عوام.